النهارده جايبه لكم طريقه الليمون المعصفر السريع والليمون المعصفر الطبيعي باسهل الطرق. ده الليمون المعصفر السريع اللي هتاكليه بعد 10 ايام، والطريقه دي مختلفه عن طريقه الليمون المعصفر الطبيعي اللي انتوا عارفينه. الهدف بس ان انا هنا عايزه اقول لكم ان انا حاطاه في برطمانه صغيره. وليه حاطه له الورق ده؟ حاطه في برطمانه صغيره لان لما كل ما الليمون المعصفر بيغيب عندي فانا برضو بلفت نظركم ليه. حاولوا ان انتوا تعملوه برطمانات قليله لان السحب عليه مش كتير وتبقي عامله انواع كتيره في المخلل، فبالتالي لما تفتحي واحد وتستخدميه ما يبص منك بقيته، حتى لو هيقعد بقيت يعني انا بالنسبه لي انا لسه عندي مخلل ليمون معصفر من السنه اللي قبل اللي فاتت، فبالتالي قررت ان انا اعمل حجم صغير، برطمانات صغيره عشان لما افتح واحد ونخلصه ونفتح التاني ما يكونش ايه اتعرض كتير للهواء والتلف. ده الليمون المعصفر السريع وده الليمون المعصفر من غير سلق. ده بالسلق، ده مسلوق وده من غير ما يكون مسلوق. يلا نتابع الطريقه. وطبعا النهارده بمكون بسيط جدا وبتكايه ومعلقه اللي حطيتها على المخلل خلت لونه احمر، ولما يستوي هيبقى لونه اصفر زي الكهرمان كده. يلا تابعونا. وما نسيت اقول لكم ان انا حطيت الورق ده لاني لما بيغيب الصاج او الحديد بتاع البرطمان بيغيب بيعمل صدى، فانا عشان ما يعملش تلوث او يعمل تسمم او ينزل في المخلل فحبيت اغلفه حتى لو كان جديد لاني على مدار الشهور بيغيب عندك فبيفضي، فقلت الفت نظركم لحاجه زي كده. يلا نتابع بقى الفيديو النهارده. طريقة وتكات مميزة، وما تنسوناش في اللايك. يلا نتابع. بسم الله، ونقول الطريقة بتاعة الليمون المعصفر السريع المش معصفر اللي عايزة تاكليه على السريع ما بين المعصفر وما بين المسلوق العادي. هنا معانا ليمون 2 كيلو، هقطعه بالشكل ده نصين بس، انا مش هعصره التعصير اللي هو بحبة البركة واللسان والعصفر، انا هعمله بطريقة مختلفة جديدة هتعجبكم كتير وسريعة. انا هقطع الليمون بالنصين بالشكل ده، تمام. هضيف عليه معايا كيسين ملح صغير من ابو نص جنيه، هضيف نصه كده عليه، وهضيف عليه مية. بسم الله، بس هسيبهم يغلوا بقى على النار كده بنفس الطريقة دي، عايزاهم مع بعض كده بنفس المية بتاعته. هروح احطهم ارفعهم على النار، اهو راح احطه على نار عالية، هسيبه بقى يغلي وينزل الليمون بتاعه. هتسأليني ازاي تفتحيه والميه اللي فيه كده كنت المفروض تسلقيه هتعصريه ازاي؟ انا قلت لكم ان انا اعمله ما بين المعصره وما بين المسلوق، والطريقه دي جديده هتعجبكم كتير وسريعه وممكن تاكليه على طول في خلال اسبوعين، وممكن تسيبيه كمان لرمضان. الناس اللي ما بتحبش الليمون المعصر دي ده هتعجبهم قوي كتير، فانا مش هعصر عليه ليمون منه فيه لان هو هينزل ليمون منه فيه، فهسيبه هتشوفوه، هسيبه بقى ايه على ما يغلي، وبعد الغلوان هسيبه لمده 10 دقايق يغلي اكتر، تمام. يلا بقى نشوف كده مع بعض هنعمل بقيه الحاجه بتاعته ايه. معايا هنا الفلفل الاخضر، يا حبذا بقى لا يكون الفلفل الاخضر اللي هو الشطر رفيع الخضره الطويله دي، انا ما لقيتش عند في الوقت اللي انا كنت بجيب منه، فانا كنت مضطره اجيب ده، فده انا كده هقطعه. لو استحسن الشطر الخضره رفيعه هقطعه كده بالمنظر ده كده كله، هقطعه حلقات عشان هو حجمه كبير كده اهو.
وزي ما قلت لكم يا ريت يكون الفلفل الشطه الخضراء الرفيعه دي صغيره تبقى تحفه. انا كده اهو قطعت الفلفل كله اركنه، جبت طبق تاني فاضي، طبعا ليمون على النار، هضيف عليه انا هنا معايا حبه البركه، لا ده مش حبه البركه، ده العصفور، مش عارف انا معرفهمش من بعض الصراحه. ده تقريبا حبه البركه السوداء دي العصفور، تمام اهو معايا جايبه ب3 جنيه، اهو هضيفهم كده في الطبق. انا عندي مشكله في معرفش الكزبره من البقدونس، اعرف الشبت بس واعرف الكرفس، الباقي لا معرفهمش من بعض. برضو العصفر وحبه البركه، انا عارفه حبه البركه اللي هي السمر، بس انا اتلخبطت، بس ساعات بتلخبط يعني، ده الطبيعي. هضيف عليه الملح، كيس الملح هضيفهم عليه. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم. حوالي ربع كوبايه خل، ثلاث معالق هريسه، هريسه شطه اهو، هضيف البرطمان كله، ما تزعلوش من السكر، اللي حابب بقى يشطشط، عشان انا مش الفلفل مش حراق، فانا عايزاه شويه حراق، تمام. الخلطه دي اهي على بعضها، نركنها بقى ونشوف ايه بعد ما الليمون يتسلق، نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. عايزه اضيف اضافه صغيره كده، ولكي حريه الاختيار في ان انت تعمليها او لا، تمام. معلقه الكركم دي، معلقه الكركم دي هتفرق جدا في طعمه وفي لونه وفي قيمته الغذائيه. طبعا ليكي حريه الاختيار في ان انت تعمليها او لا، تمام. اضيفها كده، انا بقول لك حاجتي وتجربتي وانت ليكي حريه الاختيار، هي اصلا مش هتفرق معاكي، بس هتفرق معاكي في مش هتفرق معاكي في الطعم، بس هتفرق معاكي في القيمه بتاعتها وفي اللون، يعني مش هتحسي بوجودها اصلا، تمام. بس هتفرق معاكي في لون، هتساعد على لونه يقويها، وهتساعد على ان تديله قيمه غذائيه حلوه، تمام. بس كده هركنها وادي الفلفل، ونشوف كده. طبعا الليمون هيغلي، هنشوف درجه السوا بتاعه هتبقى قد ايه، وما تنسوناش في اللايك بعد اذنكم، ولو انت اول مره تشوف القناه فعلي زر الجرس على فيلم الكل عشان يوصلك مننا كل جديد، واستني بعد الفاصل. شايفين هنا الليمون ابتدى ينزل الجوز بتاعه وقطر الزيت، كده نزل الميه بتاعته دي، كده هتلاقيها لو دقتيها هتلاقيها غرقانه عصير ليمون، يبقى انت كده عصرتي من فيه الليمون بتاعه، وهتخلليه في نفس الميه، ايوه هتخلليه في نفس الميه بتاعته، هتسيبيه بس يغلي كده 10 دقايق وتدفعي عليه، تمام. بص ابتدى يفتح وابتدى ينزل العصير اللي فيه، ودوقي الميه بتاعته كده كلها ليمون، وفرتي على نفسك ان انت توصلي ليمون كتير وتحطي قشر، لا ده منه في كده، تمام. هنسيبه بقى يغلي كده، هو بيغلي اصلا، بس انا فتحت عليه ولقيت النار مطفيه عشان مشغله الفرن، فهدا هدا منه فيه يعني، فرجعت فتحت عليه الميه النار تاني، تمام. هنسيبه بقى يبرد كده
ونرجع نشوف هنعمل فيه ايه. ما تنسوناش في اللايك بعد اذنكم، وتفعلوا الجرس على كلمة كل عشان يوصلكم كل جديد مننا. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لك. تمام كده بقى خلاص، حطي عليه. حلو قوي قوي كده، هسيبه بقى يبرد. دي كده انا صفيت الميه بتاعت الليمون. الليمون اللي هو نص معصر ونص مسلوق عادي اهو، صفيته اهو وركنت. وهو لسه سخن كده عشان عايزه اضيف عليه الخلطه بتاعته. طبعا مش هتحطيه في البرطمان الا لما يبرد. هنزل بقى الخلطه اللي انا عملتها. مش عايزه اقول لكم هيعجبكم قوي كتير، لان انا عندي ناس هنا ما بيحبوش الليمون المعصفر لان بيبقى مش طري في السوى، يعني بيبقى معمول من غير سليق، وانا ما بحبش الليمون المسلوق، فانا قلت اعمل ميكس هيعجبكم كتير كتير كتير. اهو ادي الخلطه كده تمام جدا، قلبتهم في بعض. انت كده مش هتضيفي اي حاجه تانيه، هنضيف بس الليمون عليه وهنسيبه لما يبرد نهائي خالص علشان ما يبقاش فيه. اهو ما يبقاش فيه سخونيه على البرطمان، ولو كان ازازي فرقه ولو كان بلاستيك غلط طبعا هيسيح منك. تمام اهو كده اهو، من غير ما تحشيه من غير اي حاجه كده، شايفين الميه بتاعته بقت عامله ازاي، وكله ليمون. يعني انت لو حاولتي تقللي الميه اكتر من اللي انا كنت عاملاها يا ريت، لاني طلعت هو بينزل الجوس بتاعه فبيبقى تمام قوي كده. طبعا لما يبرد بقى هنضيف له لسه الفلفل ونشوف، هنرجع بقى نسيبه كده يبرد خالص ونرجع بقى نضيف له الفلفل ونحطه ونعبيه في البرطمان بتاعه. عندي كده اجيب البرطمان بتاعنا اهو، هعبي الليمون فيه واجيب جزء من الفلفل بتاعنا، احط جزء من الفلفل بتاعنا اهو اهو، يبقى جزء وجزء جزء وجزء. الميه دي كمان هتبقى كتير، انا هجيب ليمون بقى اعصره بحق يعني، والميه فعلا كلها ليمون. كلها فعلا ليمون. هتدعيلي على الوصفه دي وعلى الراحه اللي انت هتشوفيها، مش هتتعبي خالص في عصر الليمون والحاجات الكتير اللي كنا بنعملها دي. حبه وحبه حبه وحبه كده لحد ما البرطمان هيتملى معاكي. اهو اهو ابتدى يتملى معاكي، ومش هتضيف عليه اي حاجه تانيه لان جميع المكونات موجوده فيه كده. اهو اضغط عليه كده، البرطمان بقى منه فيه كده الليمون، اضيف له بقى شويه جوس كده، مش جوس، شويه الخلطه بتاعت عصير الليمون. الخلطه المتبقيه دي هعمل لكم بقى عصير ليمون معصفر على حق بقى، تاكلوا صوابعكم وراه. هضيف كده جزء من الزيت على برطمان على الوش، وهضيف هضيف شوية ملح عشان اغلف البرطمان اهو، واقفل عليه، اقفل عليه بقى وتاكليه على السريع السريع كده بعد 10 ايام. عايزه تسيبيه بنفس الطريقه دي وما تفتحيش عليه نهائي لحد رمضان، مش هيضر
بالعكس هيبقى رائع، وهيبقى عامل زي كده الجبنة القديمة، وقديم كده تحفة تحفة. كده خلصنا معانا برطمان المخلل الليمون اهو، منه فيه كده بجد هيعجبكم كتير كتير كتير، هتنبهروا بنتيجته. هنا بقى شايفين الميه اللي متبقيه منه دي، دي كلها ليمون طبعا، دي هعصر معاكم دلوقتي على طول الليمون المعصر تمام، بس من غير بنفس الطريقه دي. هنجيب له بقى ايه المكونات، تابعوني وحطوا اللايك، وما تنسوش تشترك في القناه عشان تفعلي الجرس على كلمة كل عشان يوصلك مننا كل جديد، ويا ريت تشاركوا الفيديو ده مع اكتر ناس بتحبوها عشان هتفيدكم هتفيدوهم وهيدعولكم على طريقة المخلل بتاعتي دي تمام. يلا نتابع طريقة الليمون المعصفر الصح اللي هيعيش معاكي مدة طويلة. الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتي. الصح اللي مش سريع اللي يقعد معاكي بقى من السنه للسنه، والتاني برضو اللي انا لسه عاملاه هيقعد برضو معاكي، لو مش عايزه تفتحي عليه بعد 10 ايام شهر يقعد لرمضان اللي جاي، وكل ما يقعد كل ما يبقى احلى ومش هتلاقي فيه مراره تمام. ده بقى كده ليمون هقطعه بالمنظر ده. هقطعه كده اربع ارباع اهو، قطعت كله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو. وده الليمون حجم وسط، ما بجيبش الحجم الكبير قوي، مره عملت الحجم الكبير قوي كان كل واحد ياخد منها قطعه ويسيبها فده ضايقني، فحبيت اجيب الليمون الوسط. هنا دوت معايا حبه البركه وعصفر اهو، حبه البركه السوداء والعصفر الاورنج ده ان انا كنت بقول لكم مش عارفاهم من بعض، بس انا عارفاهم بس انا بتلخبط ما بينهم. هضيف هنا جزء من الملح عليهم. طبعا عصير الليمون اللي متبقي مننا من الليمون الاولاني اهو ده موجود اهو، ده اللي هضيفه عليه في ميه في الملح بتاعه في كل حاجه. هخلط كده الخلطه دي، هقلبها كويس اهو. عايزه تحطي فيها شطه كمان حطي. هضيف معلقه كركم عليها. الكركم حاولوا تدخلوه في كل الوصفات، مفيد على فكره. هضيف كده اهو. يا ريت تعملوا سيرج على جوجل او على اي موقع انتوا بتخشوا عليه، اعرفوا فوائد الكركم ايه تمام. وبعدين كمان معزز للون جدا، وبيديله طعم حلو قوي، بيديله قصدي شكل حلو قوي كصفار تمام اهو. هاجي بقى كده للليمون، اخد كل ليمونيه البرطمان بتاعي اجيبه، اخد كل ليمونيه هنا واحشي فيها كده جزء اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا مش مكتره ال حبه البركه عشان بيديها غوامق بيغمقوا، بيديلي اللون اللي بتاع الاصفر بتاعه بيبقى غامق، فانا مش مكتراه يعني اهو. احشي كده. طبعا انا معايا الفلفل هنا، جبت الفلفل الحراق اللي هو الشطه الصغيره الحراقه زي ما انتوا شايفين، ما غسليها ومقطعاها بالمنظر ده وشايله الراس بتاعته. تقدري انت تسيبيها زي ما هي، بس انا عشان انا حابه ان انا اشيل يبقى البرطمان عندي صغير ازاز، فمش عايزاه ياخد ايه حاجه على الفاضي، يكفي معايا الكميه. هضيف كده زي ما انتم شايفين، عامل كله كده، واقوم جايه ضايفه جزء يعني اهو البرطمان، واضيف جزء من الفلفل بتاعي
اهو شويه كده، واضيف جزء من الفلفل، وهكذا لحد ما اخلص البرطمان. بضغط عليه جامد كده، بينزل جوس معاه اهو، بينزل عصير يعني منه، بتضغطش جامد علشان البرطمان يتملى. كده خلاص هاجي العصير الليمون اللي انا عملته معاكم هضيفه كده، وهضيف على وشه شوية زيت وبرده معلقة ملح، بتتركن ده كده. انا هركنه لحد رمضان ان شاء الله ان عشنا وكان لنا عمر. بحب انوع في المخللات من قبلها، ما اجيش بقى اتلخم قبل رمضان ولا كلام من ده. احط معلقة زيت، حوالي معلقة زيت، اضيف جزء من الملح، ده بيبقى برضو بيمنع ايه انا بضيف ليه كده، بس راعي ان انت ما تحدقوش قوي يعني، عشان ما ياخدش يعني زي ما يكون ايه بكمره كده بالزيت، ما يبقاش فيه هواء يخش له. اغطي البرطمان كده واكرر بقى نفس لحد ما اخلص الكميه بتاعتي على حسب البرطمانات، ونرجع مع بعض نشوف ان الشكل النهائي بتاعه عامل ازاي. عايزه كده خلصت البرطمان التاني، بس عايزه اضيف معلومه ان الغطا بتاع البرطمان بحب اغلفه بورقه ورق زي ده كده اهو. ليه بقى بعمل كده؟ علشان هو بيبقى بيصدي، فممكن ينزل لك صدى على الاكل على المخلل، فبالتالي ممكن يعمل تسمم. فانا بحب اضيف كده البرطمان احطه اهو، بيبقى محكم الغلق عادي، بيبقى كده محكم الغلق وما ينزلش صدى على الاكل، عشان ده مية بتتفاعل مع الحديد بتاع الغطا، فممكن يفضي معاكي وينزل حاجات بني كده في الاكل، فيبقى يعمل تسمم معاكي. فياريت الكل يخلي باله من الحركة زي كده، تمام؟ لكن لو بلاستيك ما تعمليش الحركة دي، انا بكلمك بالنسبة للصاج او الغطا زي ما بقولك كده. بكده خلاص خلصنا الليمون المعصفر اللي هي الطريقة الصح بتاعته بأسهل طريقة، مش هتقعدي تعصري ولا تتعبي نفسك في عصير الليمون بعد كده. وآدي الليمون المعصفر السريع لتاكليه بعد 10 أيام ميكس. أتمنى النهاردة تكون طريقتي في المخلل عجبتكم، وإلى اللقاء في وصفة جديدة أخرى من وصفات مطبخ بوسوهيما.